وبعد مرور 18 شهر ومع بداية حكم الرئيس المتنحي مبارك بدأ العمل به مرة ثانية. قانون الطوارئ كان بيدي الحق للأجهزة الأمنية الموجودة داخل الوطن بأنها تتخذ كافة الإجراءات اللي ممكن تعتقد إن هي صالح الوطن، سواء كانت باعتقال مجموعة من الأشخاص أو منع الاحتجاجات، منع المظاهرات أو منع أي تجمعات ممكن تؤدي إلى تغيير في الأنظمة السياسية أو تطالب بها الأفراد تحقيق بعض المطالب المشروعة بالنسبة لها. قانون الطوارئ من ضمن أهم الآثار اللي ترتبط عليه إن الأجهزة الأمنية والمتمثلة على رأسها طبعاً الشرطة إن هي تأخذ إجراءات قاسية جداً ضد الأفراد، وده يعتبر السبب التالي المباشر لحدوث الثورة اللي هي قسوة رجال الشرطة. وفي هنا حاجة لازم نقولها يا جماعة، ما ينفعش التعميم، ما ينفعش أقول إن كل رجال الشرطة حلوين وإن كل رجال الشرطة وحشين. لا، كل أي مجتمع سواء كان أوروبي أو مصري أو عربي في السيء وغير السيء اللي هو الجيد، فبالتالي اكيد في رجال من رجال الشرطه كويسين وفي ناس تانية مش كويسين، بس عشان رجال الشرطه يرجعوا مكانهم ويحافظوا على امننا وعلى استقرارنا زي ما كانوا موجودين بشكل او باخر لازم يكون في احترام متبادل بيننا وبين بعض. انا دلوقتي بطالب رجال الشرطه ان هم يحترموني كفرد وكمواطن ليا حقوق وبالتالي ليا واجبات، واجباتي بتحتم عليا ان انا احترم رجل الشرطه في المقابل، يبقى لازم في احترام متبادل ما بين الطرفين عشان في النهايه يتحقق القانون بشكله الوضعي وبشكله الجميل اللي محطوط في الورق. ده كان السبب الثاني. السبب الثالث هو طول فتره حكم الرئيس المتنحي، طبعا من سنه 1981 لحد 11 فبراير 2011. معظمكم ممكن كلكم ما كانش لسه اتولد اول ما تولى سنه 81، في منكم كلكم اكيد من حاجه 86 87 فيما فوق، في اكتر من 30 سنه 91. طول الفتره دي كان لها تاثيرها قوي جدا، لان معروف ان في الدول الديمقراطيه زي امريكا اللي بيبقى فتره الحكم فيها رؤساء متعددين على فترات 30 سنه ممكن يكون في امريكا جه فيها اربع رؤساء، مصر كان فيها رئيس واحد بس. كل رئيس بيبقى ليه رؤية وليه فكر وليه أسلوب في إدارة العملية السياسية والعملية الاقتصادية داخل الدولة، فلما يكون فكر واحد مسيطر على نظام معين لمدة طويلة أكيد هيبقى فيه نوع من الجمود، ما فيهوش أي تجديد، هيبقى فيه ثبات، نوع من الاستقرار، فبالتالي عدم التغيير وعدم الثبات ما بيؤديش إلى أي نتيجة اقتصادية معينة، بالعكس بيؤدي إلى هبوط اقتصادي، ما بيزودش الاقتصاد. طول الفترة بقى ترتب عليها السبب الرابع لحدوث الثورة اللي هو انتشار الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. انتشار الفساد دي أول حاجة، في حاجة اسمها منظمة الشفافية. المنظمة دي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. دور المنظمة دي هي قياس مستوى الفساد داخل الدول. المنظمة دي جت مصر سنة 2010 وعملت بحث لمعرفة مستوى الفساد الموجود في مصر. توصلت ايه من خلال التقرير اللي كتبته بعد الدراسه اللي عملتها في مصر؟ ان مصر نسبه الفساد فيها 3.1 على مقياس من ايه؟ من 0 ل 10. 10 لما الدوله بتاخد 10 معناها ان الدوله اقتصادها لا يتسم بالفساد، اقتصاد نظيف وجيد وسياستها جيده. 10 يعني جيده، 0 يعني تنتشر فيها الفساد انتشار غير ممكن، فاحنا ايه 3.1، يعني احنا المستوى الثالث من الفساد، ثالث مستوى من مستويات الفساد. طيب ده بالنسبه للفساد سواء كان فساد اقتصادي، فساد سياسي، فساد اداري، كلهم طبعا بيترتبوا على بعض، كلهم بيؤدي الى نتيجه واحده، سوء اوضاع اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. سوء الاوضاع الاقتصاديه، احنا المفروض في حاجه اسمها مقاييس دوليه ومؤشرات دوليه للاقتصاد. عندنا في حاجه، اول مؤشر هو القدره التنافسيه للاقتصاد المصري.
احنا لما جم برضو في منظمه لقياس القدره التنفسيه جت عملت تقرير في 2010 برضو، وجدت ان القدره التنفسيه للمجتمع المصري منخفض، بمعنى ان احنا غير قادرين على المنافسه سواء في الانتاج، واعتقد ان الانتاج اهم حاجه، القدره الانتاجيه دي تعتبر اهم حاجه، غير قادرين على المنافسه. واحنا ترتيبنا كام بقى في الدول غير القادره؟ احنا ترتيبنا 70 من 133 دوله، يعني احنا رقم 70 في عدم القدره على المنافسه. كويس، في ناس ثانيه أسوأ مننا، احنا 70 من 133 ده كويس. طيب الاستقرار الاقتصادي، دي برضو مقياس لمؤشر الاستقرار الاقتصادي، عملوا قياس للمؤشر الاستقرار الاقتصادي 2009 2010، وجدوا ان احنا رقم 120 من 133، ما عندناش استقرار اقتصادي. يعني ايه استقرار اقتصادي؟ اللي هي الموازنه اللي موجوده عندنا، هل فيها عجز ولا ما فيهاش؟ الميزان التجاري، هل فيه عجز ولا ما فيهوش؟ العجز في الميزانيه، مستوى التضخم، معدلات الفايده، كل الحاجات دي. احنا عندنا الحاجات دي اب ان ذا سكاي زي ما بيقولوا، اعلى حاجه من حيث السوق مش من حيث الجو. طيب ده بالنسبه لسوق الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه. احنا الاوضاع الاقتصاديه سيئه وبالتالي هترتب عليها اوضاع اجتماعيه سيئه. وجدوا لما قاسوا نسبه الفقر في مصر، وجدوا ان 40% من الشعب المصري بيقع تحت خط الفقر، مش فوق مش فوق لا تحت خط الفقر، و 80% منهم بيعيشوا في مستوى فقر، يبقى 20% بس بيعيشوا على مستوى اقل مستوى، يعتبر اقل مستوى متحقق في الدول الاوروبيه. دخل قالوا وجدوا ان دخل متوسط دخل الفرد المصري قد ايه؟ 2246 دولار في السنه، وده بيعتبر دخل الشخص الواحد في يوم في اي دوله اوروبيه. ده بالنسبه لسوق الاوضاع الاجتماعيه، فقر يعني ما فيش مستوى اقتصادي مرتفع، يعني ما فيش حياه اقتصاديه كريمه، يعني ما فيش تعليم جيد، يعني ما فيش رعايه صحيه جيد. يبقى ده السبب اللي يعتبر رقم 4 لقيام الثوره. المشاركة السياسية بعد الوعي السياسي اللي احنا عايزين نعرفه هنا، هل تقوم المشاركة السياسية على وعي ولا على اللا وعي؟ لازم تقوم على الوعي السياسي. يبقى احنا عندنا هنا مؤشر كويس، مكتسبات، ولكن مش بالشكل المطلوب. علينا ان احنا برضو نخليها بالشكل المطلوب. نبدأ نطلب العلم في الجزئية دي عشان نبدأ بعد كده نعلم الآخرين بيه. الوعي لازم ينتشر في المجتمع المصري ككل، زي ما بيقول ما بنسمعها دايما او بنشوفها ونقراها على الصحف، امريكا لا تخشى من السلفيين او الاخوان او اي طائفه ما، امريكا تخشى من الوعي السياسي في مصر وتحقيق مناخ ديمقراطي فعلي. اذن هي معتمده على عدم الوعي السياسي في مصر، وتخشى من الوعي السياسي في مصر ان هو يحقق فعلا ديمقراطية فعلية. لما يحقق ديمقراطية فعلية هيطلع على السطح المفكرين الاقتصاديين اللي هم اقدر بقيادة الدولة دي، المفكرين الاجتماعيين، المفكرين السياسيين، وهكذا. لان الديمقراطية تؤدي الى ايه؟ حياة افضل، وتؤدي الى ايه؟ بروز ابرزنا علما واقدرنا على القياده. اذا احنا عندنا هنا مكتسب اللي هو زياده الوعي بنسبه قليله، ولكن زياده المشاركه السياسيه بنسبه عاليه. علينا ان احنا نحافظ على المشاركه السياسيه الفعاله دي، وفي نفس الوقت نعظم من الوعي السياسي عندنا، ونعظم من الوعي في شتى مجالات ايه ومناحي الحياه. بنيجي نقول من المكتسبات ايضا التاكيد على تماسك النسيج الوطني. يمكن مش كتير يتكلم فيها، ولكن انا حابب اتكلم فيها. ناس كتير تقول ايه، لا مفيش تماسك، وبدا التشكيك يبقى مفيش تماسك بدليل كنيسه الاصيح
وبدليل اللي حصل في الحته الفلانيه وحصل وحصل وحصل. تعالوا نعمل موازنه بسيطه كده او مقارنه بسيطه اللي حصل ما بعد 25 في حوادث ما بين مش عايزين نقول حتى عنصري الامه، هم عنصر واحد المصري، ما بين افراد الشعب المصري واللي حصل قبل 25، قبل وبعد. ده كم وقد ايه وده كم وقد ايه. هنلاقي ان اللي حصل بعد بحسناته اكتر كتير قوي 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 من اللي حصل قبل. واضح زي ما قلنا لسه التحقيق ما قالش، زي ما الاستاذ عبير قال ان هو لسه التحقيق ما قالش ان هي كنيسه القديسين هل قام بيها النظام ام احد المتطرفين ام لا، لسه ما وقفناش. بس احنا عشان نعرف اللي حصل قبل كده اشد ولا اللي حصل بعد كده. اعتقد ان اللي حصل قبل كده اشد كتير. ايا كان اللي حصل بعد كده، تعالوا نشوف الحسنات بتاعته. تعالوا نلاقي ان ميدان التحرير اللي المسلمين او المسلمون بيصلوا الجمعه ومن القائم على حمايتهم الاخوه المسيحيين بشكل جميل جدا. اقربها امبارح يقول لك فتحت الكنيسه اللي في ظهر عمر مخرم للوضوء اثناء صلاه الجمعه. ما دي حسنات. يبقى احنا لما نوزن الامور نلاقي ان النسيج الوطني شديد، ولكن كان بيتدخل فيه بعض من نقول ايه، من مديرين الفتنه. الفتنه دي لازم يكون ليها مدير. ممكن يكون مدير من الداخل مأجور من الخارج، وممكن يكون مدير من الخارج رأسا. الفتنه دي بيجي لها مدير وبيدرس الشعب ده، يدرس ديني ودينا، ويبدا يشوف الثغرات اللي ممكن يخش ما بينها ما بين الاثنين، ويحدث الفتنه اللي هي ايه؟ تقطع في النسيج الوطني. لا، النسيج الوطني فعلا شديد جدا جدا جدا. ده اللي انا حسيته في الفتره الاخيره. يبقى دي من مكتسباتنا، ان احنا عرفنا ان اصل النسيج عندنا هو القوة. ده الكلام ده من ايام صفية زغلول لو نتذكر، الشعار اللي كان يرفع ساعتها ايه؟ يحيى الهلال مع الصليب، لو نتذكرها. يبقى اذا نسيجنا الوطني شديد من زمان، وان ايه صابوا بعض الايه؟ التدخلات الخارجية. بنقول من مكتسباتنا أيضا إسباغ الثورة باللون الأبيض بالرغم من وجود شهداء. تعالوا ندور كده على ثورات العالم كلها شهدائها قد إيه، وشهداء الثورة دي قد إيه. هنلاقيهم يعتبروا قلة بالنسبة للإيه، هم قلة في العدد ولكن كبار جدا 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 في المقام. هم فعلا اللي وهبونا في المستقبل ان شاء الله حياه كريمه. دمهم هو اللي وهب لمصر في المستقبل حياه كريمه. استاذ هشام عبد المنعم، اهلا بحضرتك معانا شاشه موقع شبه ميديا. اهلا وسهلا فندم. ممكن حضرتك تعرف نفسك للمشاهدين موقع شبه ميديا؟ هشام عبد المنعم المعاطي، مدير مركز النيل للاعلام بشبرا الخيمه، تابع للهيئه العامه للاستعلامات، تابعة لوزارة الإعلام سابقا قبل أن يتحرر الإعلام. عايزين نعرف من حضرتك إيه الآثار الاجتماعية لثورة 25 يناير؟ الآثار الاجتماعية زي ما قلنا في الندوة جوه، الآثار الاجتماعية لثورة 25 يناير، إحنا لسه لم تكتمل الثورة، إحنا في بداية الثورة، يجب علينا أن نعلم ذلك، إن إحنا في البداية بنقول إن في بيبقى عملية صخب جامدة مترنحة ما بين الإيجاب والسلب، لكن ممكن نعرف الإيجابيات إيه والسلبيات إيه، نعظم من الإيجابيات ونحاول نعبر باسم المجتمع عن السلبيات اللي فيه والعثرات اللي موجودة. من الإيجابيات طبعا وجود توافق وطني جميل قوي، وجود لغة للشعب كلها اجتمعت عليه، اللي هو جملة الشعب يريد
ما علينا يريد ايه، المهم ان هو كان الشعب كله طالع في جملة واحدة ولغة واحدة متفق عليها. كان في من الايجابيات الكويسة قوي الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية اللي موجودة لدى المواطنين، تنامت تراجعت بعد كده بشوية، ولكنها ظهرت نسبة انتماء جامدة قوي للمجتمع، ظهرت ان احنا المجتمع ده احنا مسؤولين عنه، يبقى تعظمت المسؤولية الاجتماعية في انفسنا جميعا. في ان شاء الله بشاير جاية كتير الحمد لله كويسة. اسقاط الدولة البوليسية اللي هي فيها كل واحد فينا متكتف بقيود معينة فرضها النظام القديم علينا، بدأنا نتحرر ويبقى لينا تعبير الرأي فعلا بقى متحقق عندنا، وده حق دستوري بدأ ان احنا ناخده، ده من المكتسبات الكويسة جدا، ويجب علينا ان احنا نستثمر كل المكتسبات استثمار جيد. في سلبيات بعد كده، السلبيات دي طبعا التراجع الامني اللي حصل في الاول، والعقاب غياب الامن او رجل الامن برضو لسه ما خدش وضعه زي زمان، او ما بدأش يحقق الامن للمواطن المصري زي زمان، بناء على الانسحاب اللي حصل من الاقسام ومن والهروب المساجين من السجون واحداث كتيره قوي. دي برضو تعتبر من السلبيات، ان احنا كلنا بدانا نبقى متخاذلين في عملنا، متوكلين، مستنيين اللي جاي في المستقبل، وبناء عليه ما بنشتغلش. لا، لازم نبتدي. يمكن كان مفروض من 11، يعني من 11 مارس، من 11 فبراير احنا نبتدي العمل الفعلي، هو احنا خلاص احنا منوط بالحساب اللي الجهاز القضائي، احنا بقى منوطين بالعمل ان احنا نبتدي ندفع عجلة الانتاج مرة اخرى، وما نوقفش مستنيين. في مكتسبات كتير قوي، في سلبيات كتير قوي، بس علينا ان احنا ننظر نظرة كويسة ونشوف دورنا ايه. اللي بيشترك في الثورة زي ما كان بيقول عبد الحليم زمان، صورة صورة صورة، احنا عشان نخش في الصورة لازم نشوف موقعنا ايه، مش موقع شغل الخيمة، موقع تاني، وانت برضو موقعك شغل الخيمة، وهو برضو منوط بيه بالعمل والتوعية. عشان نخش في الصورة لازم كل واحد فينا يعرف دوره ايه، ويبتدي بالعمل المكثف، مش العمل البسيط اللي كان بتاع زمان، لا، العمل المتزايد المكثف. طب ازاي نوجه الشباب للتكامل الاجتماعي فيما بعد الثورة؟ التكامل الاجتماعي، الشباب بشكل عام هو عنده دلوقتي دافعية للعمل، يجب علينا ان احنا نعرف ايه متطلباته، وفي نفس الوقت نستثمر الدافعية اللي موجودة عنده للايه، للانتاج في المستقبل. برضو احنا كنا زمان كل خريج مثلا، لو خريج جامعة هو دخل الكلية دي بناء على التنسيق، ولكن نتبع بقى مقولة ان احنا حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. هل الشباب مشاركة فعالة في الاقتصاد المصري دلوقتي؟ الشباب يمكن حائر شوية، لو ليه مشاركة فعالة في الاقتصاد المصري كانت نشطت السياحة مرة أخرى، كان فعلا حسيتي بأن عجلة الإنتاج بدأت تعود. احنا عندنا ثروات كتيرة قوي 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 قوي، وعندنا عمل كتير قوي قوي، ولكن الشباب لسه زي ما قلنا حائر ما بين ان هو هياخد المكتسبات اللي هي بدأت تظهر على السطح دي، ولا هيعمل ويبدأ يبقى ليه مكتسبات جديدة نتاج لعمله. برضو كل شاب هو همه مثلا عايز يتجوز، عايز يبني أسرة، عايز 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 عايز، بيفكر في طلباته، ويمكن تعب شوية من الفترة اللي فاتت، فنديله فترة نقاهة من المرض اللي كان عندنا لغاية ما نبتدي إن شاء الله في الفترة اللي جاية. استاذ عبد المنعم، نشكر حضرتك، وفي النهاية عايزين من حضرتك كلمة للشباب.
زي ما قلنا في الآخر في الأول وبنقول في الآخر، لازم كل واحد فينا يخش في الصورة زي ما أغنية عبد الحليم بتقول، يخش في الصورة عنده في الأسرة، يخش في الصورة عنده في العمل. الصورة دي بتعبر عن تنمية الدولة دي، على إن هو خايف عليها، على إن هو من الأرض دي مسؤول عنها قبل ما يكون هي مسؤول عنه. أشكر حضرتك. عفوا. Thank you.